ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الاحد 1 يناير كانون الثاني 2023. بالنسبة لك يا قوس، توقعات العشرية الاولى مواليد 22 نوفمبر لواحد ديسمبر، عندك تناغم وتوافق طبيعي جدا، انت قادر علشان تندمج بكل سهولة ضمن الفريق من غير اي نزاع. هتسود اجواء فيها تناغم، فيها توافق مع كل الاشخاص اللي حواليك. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر، هتقوي كل الروابط الاجتماعية اللي عندك، انت على وفاء وانسجام كبير مع كل محيطك في الشغل سواء على المستوى الشخصي او حتى المهني. هتنتفع من كل التناغم ده علشان تقوي كل علاقاتك وكل الروابط اللي بينك وبين الاشخاص اللي حواليك. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التالتة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر، يومياتك أصبحت سهلة جدا وفيها سرور وبهجة في طبيعتها، هتتفاهم بشكل كويس مع كل الأطراف وكل الأشخاص اللي انت بتتقابل معهم، هتستمتع بالفترة دي اللي بيبقى بينعكس لكل الأشخاص اللي حواليك تعاطفهم معك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.